بس جاي افتح. هذا رجال شلون عرفتي؟ شو وقت؟ شلون دخل حياتكم؟ كل هذا اللي عمك؟ شلون تزوجت؟ ابوك كان متسن نفسه كان صار بيه من انسجنت. شكلت الشربت شلون دفعتي ايجاري ومين اجيب؟ امك شلون تزوجت؟ انت فهمتيني غلط. بس انا ردت اطمئن عليكم. شلون عشتوا؟ شكلتوا؟ شربتوا؟ وبناتي شلون تربين؟ ويا من حسيت الدنيا سودت بعيني. ثلاث بنات عندي وطفل ببطني. ردت احد يحميهم وياي. وانت هسه جاي تقول لي ليش ما زرتيني للسجن؟ ردتش مره واحده تزوريني مو حتى تطمئن عليه؟ لا مش حتى اطمئن عليكم. وين صرتوا؟ صار بيكم؟ انت تعرفين انا كنت باليوم اموت الف مره اقول وين صار بناتي؟ عايشين ميتين؟ صار بيهم؟ اصلا انا متشن الساله لا عليك ولا على نفسي ولا على الدنيا كلها. كان همي الوحيد شلون احمي بناتي. ما خليني جوعا. انت تعرف بطلت ساره من المدرسه حتى تقعد ويا خواتها وانا اطلع اشتغل. انت تعرف انا ايش اشتغلت؟ ما خليت شغله ما اشتغلتها. صرت خدامه بالبيوت، فراشه بالمدرسه، ابيع نفط بالشارع حتى ما اخلي بناتي جوعا، حتى احمي بناتي. وانت هسه وكل هذا جاي تحاسبني صالح؟ ولك اني اشتغل واسمع كلام اللي يسوى والما يسوى وطفل ببطني ما اعرف مين راح اجيب شلون اولد كل هذا اني هسه جاي تحاسبني؟ اخر شيء شفته وانا راكب بسياره الشرطه